السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم كاملين في القناه ديالي. مرحبا بكم في الفيديو ديالنا ديال اليوم، فيديو جديد، نهار جديد. والله العظيم الا صراحه واحد الجو هنايا زوين بزاف بزاف. جيت عند واحد السيده هنايا في الشاطئ العاشر، نطلعوا عليها ان شاء الله، نشوفوا الاصلاحات ديالها فين وصلت بطبيعه الحال. صراحه السيده غارقه في الاصلاحات. ايوا واش غادي دير؟ الله يعاون، الله يعاونكم كاملين. والله العظيم كاع اللي كيصلحوا هاد الايام هادي مع العواشر، مع الناس باغيين يصلحوا، يصلحوا دغيا، يسربيو ومعلمين حتى هما مزروبين وفتونين. كلشي كيقول لك اللي قلتي لي شي حاجه دابا كيقول لك حتى المول العين. عواشركم مبروكه، تكونوا ان شاء الله فرحانين باش ما تمنيتو. المهم غادي نوريكم واحد المنظر هنايا حمقني، انا راه كنصور وكنشوف. اي باش نوريكم هنا المنظر ديال البحر هنايا من الشاطئ العاشر. نضول الكاميرا وهانتوما معايا. واحد المنظر هنايا صراحه على البحر كيحمق. جاتني هذه الفرصه هذه باش نصور المشروع ديال ابو بالبحر، ها هو كتشوفوه من هنا، يبانوا لكم الاشغال. تبارك الله، عرفتي تبارك الله راه غادي. شوفوا فين وصلت الاشغال في الشاطر الاول والثاني، حتى هو راه بادين فيه. المهم هادو هما الاجواء هنايا، شفتوا الجو صراحة زوين هنايا مع البحر. كيبان هنايا البرج، من هنايا كيبان البرج ديال محمد السادس. سلا كاملة تقريبا كتبان من هنايا بوق نادل، شتو؟ والسيدة راه كتصلح. نصورو الإصلاحات ولا لا؟ الإصلاحات اللي صايبات السيدة في الدار ديالها تبارك الله، حيدات الحيط بين الصالون، ها هو هي كانت هادي الدخلة بحال هكا، كندخلو على الصالون، كان واحد الحيط هنايا ديال الكوزينة. المهم السيده يلاه بدات كدير الاصلاحات، ولكن صراحه عجباتني هذه الفكره اللي دارت، يعني غتحل الصالون على الكوزينه ولا الكوزينه على الصالون، صراحه غتجي تجي زوينه ان شاء الله. ها نتوما دارت هنايا، غادي دير بحال هكا الكوزينه هنايا، تكون كل واحد البياس هنايا ديال الكوزينه، غتكون الثلاجه هنايا، ودرت زاد البريزات صراحه. المهم عطات لي سباس هنا بزاف، يعني كتبان الدار كتبان كبيره ما شاء الله، شفتوا؟ وعندها البالكون اللي كيطل على البحر. ها نتوما شفتوا واحد تشوف على البحر كتحمق. هادو غير باش تاخذوا يعني فكره على اللي كيسولني بزاف، كيسولوني على هاد القضيه ديال اللي حلوا الكوزينه على الصالون. شفتوا كتجي بحال هكا واحد الجلسه كبيره تبارك الله، كتجي كوزينه واحد الاسباس هنا كتكون يعني العائله اللي كتبغي هاد الاسباس هذا بحال هكا. و تما الداخل راه كاين البيوت، يعني صراحه تما ما دارش شي حاجه كثيره، زادت غير الضو وزادت هذا باش دير القبص ان شاء الله. طولات ما بداتهاش خلاتها في بلاصتها. والدوش دارت السده هنايا، شفتوا؟ ولا داك البلاكار اللي كان هنايا اللي كان ديال البيت، يعني زادته في الدوش. ولا على الدوش كبير، عاد غادي تبدل ليه ان شاء الله الزليج. وهنايا لي شومبر هما هادو هنايا، صافي هادشي لي كاين. ودارت البريزات كترات منهم صراحة، ويفي وهادو درتهم تا هما ديال باش ترد هادو ديال الضو، صايبتهم ها هما. صافي هادشي لي كاين، هما هادو هما الإصلاحات لي دارت. صافي الله يسخر. عاودي لي الإصلاحات، عاودي لي كي كدوزي الإصلاحات. شنو نقول لك؟ عندك الحفار قبل. دابا الاصلاحات كيجيو ساهلين في الاول، راه ملي كتشوفوا هذا صلح هذه صلحات كتقول حتى انا ندير بحالهم. بغيت نصور غير هذا المشروع اختي سميه ابواب البحر، شفتوا؟ جات هذه الفرصه هذه السميه هنايا باش غير يشوفوا الناس هنايا الاشغال متقدمه الصراحه في المشروع ديال ابواب البحر. تبارك الله خدامين عتيره تبارك الله، البارح دست من هنايا وقريب ما عادوا كسيش سبعه ولا ما عارف، وراه خدامين. هذا الثاني نزيد هنايا، شوفوا هنايا عاوتاني من هاد الجهه هادي حتى شي نهار ان شاء الله ونجيو نشوفو. تجي معايا ان شاء الله شي نهار ان شاء الله. ها مرا خدامين تبارك الله، والله الا هنا غادي يكونوا الاخ بليس دو اللي فيهم غير جوج ديال الطوابق اختي سميه، وفيهم لا بيسين، فيهم واش كاين. هادو هما الاجواء هنايا مع اختي سميه، جيت معاها اليوم لازمنا هاد شنو هادي دابا بين الصباح والعشيه غدا ما تغديناش كنموتو بالجوع، وتلاقينا شي ناس من مكناس والله العظيم الله يعمر ليهم الدار. دوك الناس اللي ضريفين والله العظيم الله يسهل عليهم، الله يكمل عليهم.
عليهم كتسلم عليهم كلهم، والله العظيم اللي كيعجبوني بحال هكا الناس اللي كتلقاهم وكتهضر معاهم وكتعرفيهم ما كيعرفوش. شوف الانسان الطيب، انتما كتعرفوني انا ما كنعرفوش. الانسان يكون طيب راه كتلقى مع الناس الطيبين. اللهم لك الحمد والله العظيم. وانت انت يا اختي سميه تشاركي معنا ان شاء الله الاصلاحات. قولي لنا عاودي لنا شنو كيفاش كدوزي الاصلاحات واش غنقول لك اختي تمارة ياك والله الا تمارة عرفتي ضعفيتي على داك النهار اللي شفتك فيه في الطريق وانت انا والله العظيم اللي ضعفيتي انا ديك السير واجي انا غير طرت مصري وراه غير صباغه ومعك شويه ديال القبص وشوف شنو دار فيا عسك تبارك الله انت راه قتلتي بزاف. التمارة ديال اش من ناحيه كلشي الا من خصك تقبلي الماده من السلعه لا من الماده لا من الطريق والطريق حتى انت يا تسمية عندك عاوتاني مشكل ديال الطريق يعني من طريق قنيطرة كتمشي على رجليها حتى الشطر العاشر تبارك الله كاين كاين الطريق الصراحة ولكن مزيان الرياضة مزيانة لا بالنسبة ليا مزيانة ياك بصح علاش مزيانة حيت بغيتها انا علاش انا اصلا كنت بغيت ضعفي زعما لا مزيان ايوا شتي الناس اللي بغاو الرياضة راه مزيان ليهم لا مزيانة اللي بغا الرياضة مزيانة ولكن عاوتاني كاين الناس اللي بغا اللي ما عندوش كاين الناس اللي عنده الدراري صغار كاين اللي كيجيب تقدية وتيعيا كاين اللي انت براسك غتعيا ماشي ضروري دائما غتكوني مستعدة نفسانيا انا كتدير الرياضة فهمتي كتاخذي النمرة ديال شي من الطاكسي زرق كتصلي بيه يجي لعندك كتطلعك كتاخذوا النمرة عند مزيان مزيانة تاخذوا النمرة عند شي واحد وتيتعيطوا عليه ملي كتبغيو تمشيو شي بلاصة شي بلاصة ولا هادي طلعك مزيان ولكن شنو قال لي قال لي الطوبيس قال لي ديروا شكايه وداك الشيء وراه يجروا لكم الطوبيس من زعما بصح مشيو للجامعه ولا حيت نورمالمون هادشي ديال المواصلات هادشي راه كتكلف به الجامعه غادي يمشيو الناس يطلبوا بطبيعه الحال ان المواصلات يدخلوا لعندهم راه بطبيعه الحال غادي يجيو حيت هما اصلا المواصلات شنو كيتبعوا السكان تيسوا السكان ساكنه وهاد البلاصه هادي راه كتجيني قريبه لا قريبه البحر ما بغيتيش تعبري باش ما تبقاي ما تشوفيش راسك واش ضعفي ديال لا 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 تمارة في الحقيقه صراحه كاين تمارة كاين كتبقاي فوالا كتقلبي على الزليج وتهزي المسؤوليه واش داكشي غيخرجك ولا لا وعاد الميزانيه كيما كتكوني ضاربه حساب والله الا كيخرج لك حساب واش قلتها لك اختي السميه نهار الاول والله كنت ضاربه حساب خرج لي والله الا قلتها لك قلت لك راه كضربي الحساب انك عندك واحد الميزانيه ما غاتفوتيهاش راه خصك ديما ديري بحساب انه ديما غادي غادوبلي الا ما الا ما فتيهاش الا ما غاديش تضوبلي ما يصدمش يعني الا عولتو مثلا على انا غير مثلا عولتو على مليون ديال الاصلاحات راه خصكم ديروا بحساب انكم غتخسروا جوج د المليون جوج د المليون ولا جوج ونص ولا جوج ونص كيما جوج ونص لان الاصلاح قيد فوالا مع دابا السلعه كلشي غلات والسلعه زادت كلشي كلشي دابا انا خمسه ديال راه مازال ما درتيش راه مازال ما دخلتيش في الفينيسيون اختي سميه شي انا دابا صافي انا راه ما درتش صابك شي حاجه راه مازال ما دخلتيش في الفينيسيون ولكن كوميم كتبان الدار صراحه انا دابا غير شي تصبيغه ان شاء الله صافي الزليج عطيني اللي خديتي بشحال خديتي الزليج اللي خديتي 75 درهم مزيان 500 درهم من الليترو والخام المعلمين بعدا مزيان خدامين معاك مزيان خيرين مزيان رضوان باقا ما بداش ولكن هذا ما بعدا لا لا الحمد لله لا لا مزيان كلشي مزيان الله كلهم الله يرضي عليهم كلهم مزيان الله يسهل عليهم داكشي اللي الله يسهل عليهم بزاف الله يعطيهم الصحة ويحسن الله ياكلهم كل ساعة صراحة كلشي كيشكرهم وفي حقيقة المعاملة ظريفين المعاملة ظريفين تيخدموا ماشي ماشي هذه الحاجة اللي ما كتعجبنيش في المعلمين هو يداروا معاك مثلا شي موعد وما يبقاو يلعبوا يمشيو لهنا يمشيو لهنا لا لا اللي ما كتعجبنيش لا تبارك الله غير حيت سهل عليه مسكين امين واختي شكرا شكرا لك اختي سميه وكنفرح والله العظيم كنفرح بزاف ملي كنتلاقى الله يسهل عليك حتى انت يا اختي والله العظيم يلا تبارك الله عليكم نتلاقاو ان شاء الله